الدف ابسط طب كيف الدف ظهري وجع لي ظهري بكتري امس بطير تعبت ما تعبت امس بطير خالي تعال خش 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 خذ اللفة خذ اللفة خذ اللفة ادخل جوا دقيقة ادخل عشان دقيقة صبيني عشان تعال البابا هذا خلاص دخلنا دخلنا وقف 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 لا وقف وقف بعبي بنزين شوي بتطيح مني عبد السلام روحي يا ابوي امشي الله خالي حط حطينا حطينا هاي واحد جات ما شاء الله فين الكراسي دحين ايش الكراسي عباس بطيء 10 ساعات عشان يجي بس خالي انا عبد الرزاق جيب من الطاوله فله والله ها ابوي هنا الكراسي جبته خلاص ايوه يا ولدي اشوف كذا خلينا نجربها لا طيب حتى الكرسي ما شاء الله باين ايه مريح لا والله ايوه يا شيخ كذا واحد ارتاح من جلسة الارض يا ولد ركبي ما تشيلني صارت توجعني خالي عندي فكرة حلوة ايش رايك نتعشى بدري وليه فين راح الغدا يفترك مسرح هضم على طول عندك دوبنا اكلنا متأخرين اليوم لا خالي ما فهمتني قصدي عم بيجرب الطاولة ايوه عشان جديدة وزي كذا ايوه قصدك نمرنها يا ولد ها ليه سيارة جديدة هي يفترك تمرن دروسك انت بس اسمع عبد السلام السرعة 80 ايوه لا تروح تضرب الماكينة بعينينا ما ادري عنكم اجل خلاص كذا والله خفافي حتى تحمست انا يا ولدي خفافي رز ودجاج جيبونا من تحت من هنا يس هو ايوه رز ودجاج رز ودجاج جيب من منزل المطعم المعفن ده جنبنا وروح من هناك البعيد اللي هناك حشمت ما شاء الله ابوي رز الدجاج خفيف مره ايوه انا بحبتين لحالي خفيف ذا الحين ايوه تسخين يلا يا ولد بسرعه يلا يلا خلاص ما شاء الله شوف كيف الجلسه فينا من زمان محرومين عن الطاولات الطعام يلا سموا يا ولدي بسم الله ايش بك ايش قاعد تسوي تمرقع قاعد من اول وانا فين اجلس بدري جيت ما في كرسي روح جيب الكرسي اللي برا في السيف والله قشره حمراء فلا روح جيب كرسي بسرعه لا تقعد لو انت واقف تاكل هيا خالي استناني استناني خالي استناني والله رز الدجاج شويش برا جنان ما عمره شفت اكل انت لا لا فكرك فكرك فشخ الكرسي لا يا شيخ ايه ولو من اول كان قعدت كده وريحتنا بسم الله ولا كسرت يا ولدي الطاولة بطعام كل بالملعقة لا لا لا, لا هذا انا باكل تحت سلام عليكم امشي وراي القدي مش بك فين مودينا انا اشغل البيت بيت ابو يوسف ايش يسوي عنده عزيمه فطور صخاد والله والله امشي صح صح شوي هتطيحني شوي شوي لا تفضل خالي فين رايح ما تديش تدي الدهيه تصل للبيت كنت من المدرسه خالي في عوائلنا والله انا متحمس انا مالك عوائل انت ما بتدخل خالي حرامي حرامي بعد تطلع ابو يوسف ابو يوسف خش 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 جننتوا الرجال لين شال عفش وهز من هنا والله ابوي هذا عبد السلام مو احنا ترى مش واحد قريب بنقول بسبب عبد السلام المهم سيبونا من الكلام الفاضي حقكم هذا نحن بننقل هنا نبي نسكن هنا ايوه الرجوله ما تشيلني الدور الثالث حيل ينهد نبي نسكن هنا بس الشقه يبالها شغل شايفين كيف يبالها تنظيف وتكنيس وبويات يعني شغل انا جاهز انا اول واحد خال اخدم فوق متحمس اعرف رش بويه اعرف اركب مكيفات واعرف اسلك
قاعد ابن عمارو. والله انت تهجم عماير مو تبني. بيسوي ستب ستب لها. شواش على مهلك على مهلك لا تفشخ اخته تروح تبي. زي كده ايوه بس تمام والكنسة على فوق انتبه. يلا قوما يلا واحد اثنين ثلاثة انطلق. حلو ما شاء الله تبارك والله لطيف ما شاء الله. تصدق غرست فيه؟ هاي جيبوا المساند يلا. ليش الفرشة كده وسخة معفنة ما نظفوها هم؟ هذا مع القص عشان كده معدوم. انا اكلني سلة وسخة هذا. ايش بك يلا جيبوا المسارد روحوا خلاص تعبنا. قوم دحين حالا بفولها. ايوه هاي بسرعه قوم. خالي خالي انا اول واحد وصلت اول واحد. خش خش عند رزاق. يلا يا ها يا ها ايش بك عبد السلام. حرب بالدار. النجف يا بقر النجف 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 ما شاء الله شوف كيف الجلسة فينا من زمان محرومين عن الطاولات الطعام. يلا سموا يا ولدي بسم الله. ايش في واقف انت؟ والله خالي بصوركم يا مين في صوركم؟ قول لي مين يصوركم؟ لا